السلام عليكم. حنكمل شابتر واحد بارت 2. يتكلم عن ايش؟ يتكلم عن الادابتيشن اند بايوديفرسيتي اوف ليفينج ثينجز. ايش يعني ادابتيشن؟ يعني تكيف. بايوديفرسيتي يعني التنوع الحيوي. الادابتيشن طبعا التنوع الحيوي. التكيف لمين؟ للليفينج ثينجز اللي هم المخلوقات الحيه. طيب نجي كتعريف للأدابتيشن، للتكيف. طبعا التكيف معروف انه المخلوق الحي يبدا يسوي تعديلات معينه عشان يقدر يعيش في منطقه باريحيه. كتعريف يقول لك is the modifications that make organisms better able to function in a particular environment. تعديلات تخلي المخلوق الحي يتصرف أو يسوي شغله أحسن في منطقة معينة، في بيئة معينة. تمام؟ يعني adaptation means modification تمام؟ عشان يسوي better able to function. مثال عندنا البينغوينز. تمام؟ البينغوينز اللي هم البطاريق are adapted to an aquatic existence by an extra layer of short thick feathers that form a waterproof coat. البطاريق سوت تعديل معين، تكيف معين في المناطق الباردة. تمام؟ أو المناطق اللي فيها مياه كثير وباردة يعني. By an extra layer of short. صار عندهم حاجة extra، طبقات extra وقصيرة وثيك للريش، بالريش يعني. صار عندهم الريش هنا قصير بس ثيك، بس ثقيل. ليش؟ عشان تكون waterproof coat، عشان ما تتأثر بالمياه. تمام؟ سو مين اللي عنده ووتر بروف كوت؟ البينغوينز. ليش؟ هي سو عشان they adapt to aquatic existence، عشان تقدر تتكيف مع المناطق اللي فيها مياه. تمام؟ يقول لك they also slide on their bellies across the snow in order to conserve energy when moving quickly. كمان هم انسدحوا على بطونهم بليز across the snow على التلج. ليه؟ in order to conserve energy، عشان يبدأوا يحافظوا على الطاقة لما هم يتحركوا بسرعة. تمام؟ so the penguins عندهم شيئين، عندهم short thick feathers and they conserve energy. تمام؟ طبعا كل وحدة وطريقتها كيف. طيب الكاملز اللي هم الجمال have many adaptive traits for their life in the desert. الجمال او النياق عندهم اشياء مرة كثير adaptive traits، يعني صفات مرة تكيفية كثير. ليش؟ عشان يقدروا يعيشوا في الصحراء. تمام؟ أول شيء إنه هم they have wide feet or wide feet، عندهم رجول واسعة بعيدة عن بعض. ليه؟ عشان يقدروا يمشوا على التراب. حلو؟ حلو. اثنين عندهم they have long eyelashes، عندهم رموش مرة طويلة eyelashes. يعني عندنا هنا wide feet، اثنين eyelashes، eyelashes and thin slit nostrils. slit nostrils اللي هي جيوب أنفية، مو جيوب، فتحة أنف نحيفة. slit نحيف، nostrils اللي هي فتحة أنف.
ليه؟ عشان that they can close to protect them from blowing sand. يقدروا يقفلوا هذه أنف فتحة الأنف والأيلاشز عيونهم عشان يحموا نفسهم من blowing sand من الرمل المتطاير. They are adapted to survive a long time without water and food. رابع حاجة إنه هم يتكيفوا عشان يقدروا ينجوا a long time فترة طويلة without water and food بدون موية أو أكل معروف. طبعاً عندهم حاجة كمان اللي هي السنام، لو جاعوا يقدروا يحطوا أو ياكل، فاهمين؟ طيب the unity of living things suggests وحدة أو الوحدة المسؤولة عن المخلوقات الحية اقترحت إنه ال common ancestor لل living thing يعني المخلوقات الحية كلها جاية من إيش؟ من نسل مشترك، يعني كل الخلايا هذه جاية من حاجة مشتركة من نسل مشترك، فاهمين؟ ال common ancestor اللي هو النسل المشترك اللي هي ال first cell كان فيه خلية واحدة بعدين صار لها زي كذا. طبعا هذه كلها اقتراحات لمين؟ لل unity of living cells اللي هي معلش شخمطة كثير بس ان شاء الله انكم فاهمين. طيب اوكي الحين عندنا الاورجانيزيشن دايفرستي، عشان عندنا مخلوقات مره كثير لازم يصير في تنظيم، صح ولا لا؟ تنظيم لمين؟ تنظيم للتنوع. كيف؟ اول حاجه عندنا التاكسونومي، هذا تعريف، طبعا تعريف لازم تنحفظ، لازم نعرف ايش 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 محتواه. ايش التاكسونومي؟ is the discipline of identifying and grouping organisms according to certain rules. تاكسونومي اللي هو التصنيف. تصنيف ايش يصير فيه التصنيف؟ نعرف، يصير فيه تعريف، ويصير فيه جروبينج، نسوي جروبات يعني نفسق كل شيء في جروب. لمين؟ للاورجانيزمز، للمخلوقات الحية. على اي اساس؟ على اساس رولز معينة، قوانين معينة، على أساس الأكل، على أساس الشكل، على أساس إيش بالضبط، نسوي جروب ونعرف كل حيوان أو كل فصيلة مثلا. هذه مين اللي يسويها؟ التاكسونومي. طيب several of the basic classification categories or taxa going from least to most inclusive. طبعا الأشياء الأساسية للتصنيف هنا يقول لك basic classification categories، تمام، التصانيف الأساسية or taxa going from، تبدأ من إيش الclassification التصنيف؟ تبدأ من least to most inclusive. أول حاجة من species، بعدين من الجينس، بعدين من الفاميلي، بعدين من الأوردر، بعدين من الكلاس، بعدين من الفيلم، بعدين من الكينجدم، بعدين من الدومين. حلو اهي species اول حاجة، 2 3 4 وهكذا الين الدومين. طبعا هنا جايب لنا مثالين، مثال على human ومثال الكون اللي هو نبات plant. طيب والهيومن يعتبر animal حيوان، احنا طبعا اسمنا homo sapiens or homo sapiens. طيب هذه حقتنا الفصيلة او اسمنا العلمي.
هومو يعتبر جينس. الهومو نيديا هذا نيديا دائما يكون فاميلي، اللي اخره كده بارت ديا دائما يكون فاميلي. الباراميتس يعتبر اوردر. الماميليا، ماميليا هنا عندنا ايش؟ ثدييات. الكورداتا اللي هي الفقاريات. الانيميليا اللي هي الحيوان، كينجدوم يعتبر. الايوكاريا اللي هي الدومين، المملكه. اللي هي الايوكاريا يكون حقيقيه النواه، هذه الايوكاريا. ما اعتقد انهم يطالبوا فيها، بس احتياط، تعرفوا انه الانسان من ايش، هذا هيومن. الكون اللي هي النبات، البلانت، تعتبر اللي هو الذره، طبعا تعتبر حقيقيه نواه. بلانتيا من نبات الكينجدم. الفيلم تعتبر الانثوفايتا. الكلاس مونو، مونو كوتليدن، هذه تعتبر نسيت اسمها بالعربي، مونو كوتليدن نسيتها والله. طيب بعدين عندنا الزيا الزيمايس، هذا الاسم العلمي حقه اللي هو سبيشيز. تمام. طيب نيجي لتعريف السبيشيز. ايش السبيشيز بالضبط؟ قلت لكم فصيلة هي. is defined as a group of interbreeding individuals. في سبيشيز، في الفصيلة، انه يقدر يصير ايش؟ interbreeding individuals، الافراد في السبيشيز تقدر تسوي interbreeding اللي هو التكاثر، أو تقدر تسوي يعني مع بعض، فاهمين؟ The species placed within one genus share many specific characteristics and are the most closely related, while species placed in the same family share only general characteristics. طيب هو يقول لك لو species و species نفس species، تمام، بس هذه species كانت مشتركة بالجينس، جينس معليش، واحدة كانت مشتركة بالجينس وواحدة كانت مشتركة بس بالفاميلي، تمام. هذه تكون أشكالها أقرب من هذه. ليه؟ لأنه السبيشيز زي ما انتم شايفين هنا أقرب له الجينس، تمام؟ لكن شوفوا الفاميلي كيف بعيد، لو كانت بس مشتركة بالفاميلي معاها، فاهمين؟ بنفس الفاميلي يعني، بنفس الهائل. فعندنا السبيشيز والجينس يكونوا ايش؟ most closely related، most closely related بايش؟ بالصفات طبعا، يعني هنا نفس الصفات تقريبا، هنا شوي بعيدة، هنا بس جنرال، اشياء عامة يعني، جنرال يعني عامة، اللي هي الجنرال كاركترستكس. طيب السيستماتكس، دحين التصنيف. لينيان تاكسونومي، طبعا مين اللي سوى هذا التاكسونومي؟ مين المسؤول؟ لازم نعرف اسمه. لينيس اللي بيدخل احياء، هذا حيلحقوا لين اخر ماده في الاحياء، في تخصص الاحياء. لينيوس، كارلوس لينيوس هو اللي سوى التاكسونومي، تمام. هو فكر انه او اعتقد، طيب، انه طبعا في 17th century، في القرن السابع، في 17 معليش، فكر انه كل organisms، كل مخلوق حي لازم عنده اسم، لازم. During this time Carlos Linnaeus، تمام، developed binomial nomenclature. ايش سوى؟ سوى binomial nomenclature by which each species receives
a two part of name. إيش البيونوميال النمل كلتشر هذا؟ إنه يكون عنده two part of name. اسمين عنده. Example: Allium candidensis and Linnaeum papilifera are two different species of lily. وردة. هذه هنا وردة، تمام؟ طبعًا أول ما سووا التاكسونومي هذا بدأ مع الورود والنباتات. Linnaeum candidensis and Linnaeum papilifera نوعين، هذا اسم وهذا اسم. خلاص صار هذا مخلوق حي له اسم مكون من اثنين. فهو إيش سواله؟ سواله البينوميال نمنك كلتشر هذا. And Linnaeum papilifera نفس الشيء، اسم اسم. وصار هذا إيش؟ بينوميال نمنك كلتشر سواله. مين سواله؟ كارلوس لينيوس. تمام؟ The first word Linnaeum is genus. أول اسم يعتبر جينس. تمام؟ ثاني اسم يعتبر species. هذا species. وهذا جينس، يعني يبدا اول شيء بالجينس بعدين سبيشيز، زي ما احنا نعرف هنا انه مشينا مشينا مشينا، اول شيء جينس بعدين سبيشيز. سو الاسم اول شيء جينس بعدين سبيشيز. والجينس يقدر يكون كذا نوع، صح؟ احنا عرفنا انه الجينس ممكن يكون فيه له سبيشيز كثيره، اما السبيشيز فيها سبيشيز واحده. طيب ذا سكند وورد، first word عرفنا genus، second word specific epithet اللي هي species. طيب the scientific name is in italics، معلش the genus is capitalized. الاسم كله يكون ايش؟ مايل، ويكون الجينس اول حرف capital. شوفوا سوري اها هذا كابيتال والخط كله ايش؟ ماي. هذه هي الشروط حقته، تمام؟ Both names are separately underlined when handwritten. لما إحنا طبعاً في الكمبيوتر نقدر نحط الخط مايل، أما وإحنا نكتب ما نقدر نكتب مايل، تمام؟ فقوم إيش نسوي؟ نكتب نفس الاسم العلمي البينوميال نمنا كلتشر هذا، بس نكتبه زي كذا، فاهمين؟ Linnaeum Linnaeum papilifera. طيب نحط تحته خط عشان نعرف انه هو ماي، هذا الاسم العلمي. If handwritten لازم يكون تحته خط. Linnaeum taxonomy the specific epithet alone gives no meaning just as the house number alone without the street name gives no meaning. إذا كان بس في اسم واحد ما منه فايدة، زيه زي البيت اللي ماله رقم، فاهمين؟ الجينس name can be used alone to refer to a group of related species. نقدر نستخدم الجينس لحاله، تمام؟ عشان بس نعرف انه هذا species جات من هذا الجينس، حلو؟ لكن بالحقيقة ما ينكتبوا الحال، يعني بلب فيرم كذا بدون ده لا ما ينفع، فاهمين؟ طيب also the genus can be abbreviated to a single letter، تمام؟ if used with the specific ايوه نفس الكلام. scientific names are derived in several ways. scientific name الأسماء العلمية تقدر تكون بكذا طريقة، حلو. Some scientific names are descriptive in nature. For the red maple. يعني في أشياء أسماء علمية مثلا لحاجة موجودة هي في الطبيعة. تمام؟
ويختصروها الناس زي كذا مثلاً ريد مابل مايبل موجودة في الطبيعة في النيتشر يعني نفس الاسم. Other scientific names may include geographic descriptions such as alligator Mississippinis. يعني Mississippinis هذه موجودة في في أمريكا. هذه تكون حاجة موجودة في الطبيعة فنسميها على نفس الاسم في الطبيعة. في اسم ثاني أنواع ثانية تكون مثلاً في المنطقة الفلانية فإحنا نسميها مثلاً في السعودية مثلاً كمثال أو نقول لاتين ما أدري مين إيش في اللاتين بعض الأسماء. فهذا عندنا مثال كاتب الجيتر ميسيسيبينيز. ميسيسيبينيز هذه معلش مو ميسيسيبي ما حسبها ميسيسيبي الجيتر أو أليجيتر هذه موجودة في أمريكا. أمريكا أليجيتر فريليتد تو هذاك المكان اللي هو الجيوغرافيك. وهنا عندنا النيتشر يا نيتشر على حسب النيتشر يا على حسب الجيوغرافيك ديسكريبشنز. طيب الساينتيفيك نيمز كان اولسو انكلود الاوبونيمز. ايش يعني الاوبونيمز؟ انه الاوبونيمز هذه نيمز لشخص للشخص المخترع للشخص لشخص فاهمين لسمون such as the all might might اللي هو الفار هذا اسمه العلمي تمام كانت لشخص related لشخص كارتونوست الكارتونوست معلش هنا هذا جيري لارسون فسموا الجينس حقته السبيشيس حقته بجيري. يعني عندنا يا نيتشر يا جيوغرافيك مكان يا اسم شخص كده الأسماء العلمية ممكن تكون. طيب why do organisms need scientific names and why do scientists use Latin rather than common names to describe organisms؟ هذه أسئلة نبي نعرف ليش المخلوقات الحية تحتاج اسم علمي وليش العلماء استخدموا اللغة اللاتينية بدل الأسماء المعروفة أو المشهورة الكومن نيمز اللي إحنا نقولها بنفسنا عشان يوصفوا المخلوقات الحية. هنا الأجوبة. أول شيء إنه common names common name varies from country to country. الأسماء العامة تختلف من مكان لمكان صح ولا لا؟ صح. ف because different countries use different languages كمان دول تختار مو بتختار تختار على حسب لغتها فكل دولة لغتها غير عن الثانية فاهمين؟ هذا جواب. الجواب الثاني even people who speak the name the same language sometimes use different common names to describe the same organism. حتى لو احنا نتكلم بنفس اللغة ممكن احنا نقول اسم لشيء غير عن لشيء غيري يقول اسم ثاني له. مثلا عندنا الباوفن هذا مثال تمام انه الباوفن برندل تشوكبن توبيكيو and كايبرس throat describe the same fish of Amaya calva. هذه كلها common name حين أشير لكم عليها عشان تعرفوا أيت الكايبرس التشوكو مدري إيشو والجريندل والباوفن هذه كلها common name أسماء عامة لإسم هذه الأمايا كالفا. فإيش الفائدة إحنا نسمي ونسمي نقول بأسماء عامة في حين احنا نستخدم اسم واحد علمي ونقدر نعتمده فاهمين؟ زي مثلا عندنا الجزر اليماني احنا نقول له جزر يماني وفي ناس تقول له بطاطا حلوة فالاسماء العامة ما نقدر نعتمدها احنا نقدر نجيب بوتيتو مدري ايه مدري ايه الاسم العلمي ونعتمده فاهمين؟ Furthermore between countries the same common name is sometimes given to different organisms. A robin in England is very different from a robin in United States.
ما بين الدول the same common name sometimes given to different organisms. يعني مثلا الروبن في بريطانيا غير عن الروبن في امريكا, مع انه نفس اللفظة بس هناك حيوان وهنا نبات اعتقد, فاهمين؟ For example, Latin on the other hand is a universal language. طيب هم قالوا ليش ليش العلماء يختاروا اللغة اللاتينية؟ لأنه اللاتيني تمام لغة عالمية, لغة عالمية ما عاد الناس يتكلموها, ما عاد أحد يعدل عليها, ما عادت معروف إنه اللاتيني لغة خلاص علمية عالمية, تمام؟ So هنا الجواب is a universal language that not too long ago was well known. آمين. أو لأنها اللاتينية جديدة, I don't know, بس إنه اللاتيني فيها شيء special إنه هي خلاص هي عالم علمية. آمين. طيب when scientists throughout the world use the same scientific binomial name, they know they are speaking of the same organisms. فلما العلماء يفكروا أو يتكلموا سوا عن اسم علمي معين يعرفوا هم يقصدوا مين بالضبط, يعرفوا يقصدوا أي مخلوق بالضبط سواء نبات أو حيوان, يعرفوا يتكلموا عن إيه. ما يجلس أنت قصدك جزر يماني فلان, لا إحنا نقول بطاطا, خلاص ما يحتاج يقول الاسم العلمي وانتهى الموضوع. طيب systematics lenient taxonomy, طبعا هنا يكمل الأجوبة, يقول إن it is estimated that there are 30 million species now living on earth. في 30 مليون فصيلة موجودة على الأرض. هذا الجواب. The task, مو جواب إنه معلومة يعني, the task of identifying and naming the species of the world is counting. مهمة التعريف ووضع الأسامي للفصائل في العالم هي لسه مستمرة, احنا لسه بنستمر نعطي أسماء, لسه بنستكشف. زي مثلا فيروس كورونا, كورونا كوفيد 19, احنا ليه سميناه كوفيد 19؟ ليه ما سميناه كوفيد بس ولا سميناه كوفيد 1 ولا كوفيد مدري ايه؟ لأنه في كوفيد قبله, فإحنا لما نقول كوفيد 19 إحنا نعرف نقصد مين, فاهمين؟ الله أعلم, هذا أتوقع اسم ال اسم المرض, اسم ال اسم الفيروس بالضبط اسمه طويل, بس أنتوا فاهمين الهرجة إنه اسم معين نقصد فيه شيء معين, وإنه إحنا لسه قاعدين نستمر في العالم, إنه إحنا قاعدين نسمي لسه ونستكشف مخلوقات وأشياء. فالcounting فالnaming والidentifying لسه مستمر. The latest fast and efficient way of identifying species is based on their DNA. أسرع حاجة تمام latest fast, لا معلش مو latest fast, الأقل الأقل حاجة, yes the latest means أقل أو أكثر. Let's make sure just a second. أسرع, أيوة أسرع حاجة, أسرع حاجة إنه إحنا نسمي الفصائل عن طريق الـ DNA, نعتمد فيها على مين؟ على الدي ان اي حقه. خلاص نشوف هل هو ار ان اي؟ لا مو ار ان اي, معناته نحطه على طول دي ان اي للحيوانات والانيمالز والمدري ايش, فاهمين؟ وانه في داتا طبعا في كمبيوترز واشياء مره ضخمه في المختبرات واجهزه تعلمنا بالضبط هذا الحيوان ايش او ايش فيه له طفرات معينه او ايش. فالدي ان اي اسرع حاجه تمام. This molecular method was found satisfactory for the identification of mosquito species in India. So, هرجة DNA هي كانت أسرع حاجة لما كنا نبى نعرف
الموسكيتو اللي هي الدبانة، مو الدبانة، الناموسة. فصائل الناموسة فين؟ في الانديا. استعملنا على طول مين؟ الدي ان اي ميثود، اللي ميثود يعني طريقة. يس. لينيان كلاسيفيكيشن كاتيجوريز ان ذا كونتكست اوف كلاسيفيكيشن. ايش كلاسيفيكيشن؟ A species is taxonomic category below the rank of genus. يعني a species تحت الجينس. هنا الجينس، هنا species. ففي classification الرانك، رانك يعني ايه؟ يعني هذا الرانك، هذا يعتبر رانك، هذا يعتبر رانك. فوق الجينس برضو في family صح؟ فيعتبر هذا رانك، فاهمين؟ هذا كله رانك 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 رانك. فيقول لك الجينس species تحت الجينس، taxonomic category below the rank of genus. The taxonomists are Aristotle أو أرسطو. طيب حين عندنا لينيوس، لينيان and Aristotle. أرسطو هذا البني آدم إيش قال؟ قال أو إيش سوى؟ divided living things into 14 groups mammals, birds and so on. أرسطو سوى جروبات، عرف وسوى جروبات 14 جروب، خلى كل شيء لحاله، سوى الثدييات أو البيردز الطيور أو السمكات السمك. Then he subdivided the groups according to the size of the organisms. بعد ما سوى الأربعتاشر groups هذه، سوى إيش؟ Subdivided. يعني سوى تفرعات من الانقسامات هذه للجروبات. على أي أساس سوى subdivided؟ أو على أي أساس سوى التقسيمات هذه الزيادة؟ على أساس the size of the organisms. شاف مين أكبر مين أصغر. تمام؟ طيب ري هذا شخص ثاني used a more natural system، استخدم سيستم طبيعي أكثر في الجروبينج animals and plants. على أي أساس؟ على أساس how they were related، كيف هم يتصرفوا، مو يتصرفوا related، لمين ينتموا. تمام هذا ري، ري related R R. حلو حلو. Linnaeus simply used flower part differences to assign plants to the categories species genus order and class. Linnaeus، رجعنا لليناينيوس. تمام ايش سوى؟ بسط او مسك اجزاء الوردة. تمام وشاف الفروقات، لما شاف الفروقات خلاص قال اوكي هذه الورقة حتاخذوها بعدين، الورقة هنا في مدري ايش وهنا في مدري ايش، هذا التفرع والله شكله مدري كيف، هذه الورقة هنا الراس اتخن، هنا انحف، والله الورقة تصدق باين كأنها على شكل قلب، والله الورقة كبيرة، فاهمين؟ فعلى أساس هذه differences التغيرات، لينيوس سوى هذا الكاتيجوريز، سوى حطهم species genus order class كده صنف على حسب شكل الوردة أو أطراف الوردة أو أوراقها. Nowadays هذه الأيام التاكسونومست use the following major categories of classification. هذه الأيام المصنفين أو اللي صنفوا صاروا يستخدموا شيء أساسي major categories، تصنيفات أساسية للكلاسيفيكيشن، اللي هي مين؟ المعروفة اللي أول قلناها species، الجينس، الفاميلي، الأوردر، الكلاس، معلش هنا أربعة هنا خمسة، الفيلم والكينغدم. الدومين recently a higher taxonomic category the domain has been added to this list.
طيب الدومين ايش صار عندنا؟ دومين صار عندنا ثلاث دومين، يوكاريا، بكتيريا، وعندنا الاركيا. يوكاريا اللي قلنا فيها ايش؟ معلش احس الدنيا ما صارت واضحة. طيب قلنا لها، احنا قلنا اصلا اول التصنيفات او الفروقات، بس الدومين صارت ايش؟ صارت بكتيريا، اركيا، ويوكاريا. اليوكاريا اللي فيها دقيقة، بلانت، انيمال، الجي، فانجس. حلو. There can be several species within a genus, several genera within a family, and so forth. The higher the category, the more inclusive it is. Therefore, there is a hierarchy of categories. كل ما كان، هي الصورة غريبة هنا، بس أوكي. بمعنى إنه كل ما يعني الجينس، جينس فيه له سبيشيز كثير، والفاميلي فيها جينس كثير. ايش يعني؟ يعني الفاميلي او هنا سبيشيز. طيب سبيشيز مثلا نقول مثلا نقول ادوني وردة، وردة توليب، تمام؟ هذه سبيشيز توليب، توليب لونه فوشي، تمام؟ هذه سبيشيز. الجينس توليب ورده فوشي، لونه فوشي، لونه موف، لونه أزرق، لونه أخضر. هذه جينس، يعني فيها كذا سبيشيز، يعني جامع كل هذه التوليب. الفاميلي لا والله توليب مدري شكله، توليب صغير، توليب كبير، توليب مدري إيش، وهكذا. فيقول لك كل ما طلعتي فوق، هنا هذا الكلام هذا معناه، كل ما طلعتي فوق كل ما كان في تصنيف أكثر ومحتوي على أشياء أكثر. أهي هنا في الصورة مبين إنه هذه هي، هذه الورقة هذه، تمام؟ ففي الورقة هذه سبيشيز معين، لون معين. في الجنيرة في سبيشيز تانية معاها، شوف كم واحد جنيرة اللي يقصد فيها سبيشيز، تمام؟ معلش جينس. هنا في هذه، معلش هذه سبيشيز موجودة هنا، معلش والله تركيز هنا، وفي شيء نوع ثاني زيها هنا، ونوع ثاني زيها هنا، وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس. هذه الجنيرة موجودة هنا وفي زيها في الفاميلي، في زيها واحد واثنين وهي الثالثة، مو زيها زيها، في شبيه منها. الفاميلي هذه موجودة في الأوردر، الأوردر معاه كثير. الأوردر هذا موجود في الكلاس الإيدوكوتيليدن، الإيدوكوتيليدن اللي هي الفلقة أو ذات الفلقة، ذات فلقة أو حقيقية الفلقة أو أحادية الفلقة، حاجة زي كذا. وهذه اللي هي الكوتليدن الثانية، تمام؟ وهكذا. فهمتوا علي؟ خلاص نمشي. طيب you can also say that the categories are nested. What does it mean nested؟ إن شاء الله نفهمتكم يعني الأمور بشكل عام عشان ما تضيع معاكم كلمة، هو دامكم فهمتوا الحفظ حيصير عادي. الكاتيجوريز كان بي نستد، بمعنى التصنيفات ممكن تكون متداخلة في بعض، يعني في أشباه للتوليب مثلا في كذا حاجة، لأنه مثلا الوردة الفلانية الثانية عندها ورقة نفس ورقة التوليب،
ففي تشابهات، في شيء اسمه نستد في الكاتيجوريز في التصنيفات. هنا جاب لنا example ثاني. For example, a domain contains many kingdoms and one kingdom contains many classes and so forth. يعني المملكة عندها kingdoms كثير، تمام؟ والkingdoms الكثير عندها classes كثير and so on. قاعد أعيد الكلام. المهم organisms in the same domain have general traits in common. Those the organism species have quite specific traits in common. يعني كل ما كان الحيوان تحت تحت تصنيف الكينغدم مثلا نفسه، مثلا احنا الفيل والإنسان، ايش وجه التشابه؟ وجه التشابه مرة كثير. مثلا نقول فيل ووردة، طيب كينغدم الحيوان الأنميليا، تمام، تحته مين؟ تحته الفيل وتحته الإنسان، صح؟ وجدت الشبه ما بين الفيل والإنسان مرة كثير، يعني عنده يتنفس، يأكل، يخرج، عنده عظام، احنا عندنا عظام، يشرب موية، نشرب موية، عندنا طريقة بلع نفس الشيء، وهكذا، تمام؟ أما الفيل والوردة وجد تشابه مرة قليل. ليش؟ لأنه ما هم بنفس الكينغدم، ما هم في الأنيميليا، لا هذا أنيميليا وهذا اللي هي حق النبات البلانتيا I think. إيوة البلانتيا. فهذه عن هذه تفرق. فهنا الكلام إيش يقول؟ يقول إنه كل ما كان هذا نفس تحت الكينغدم نفسه أو الدومين نفسه كان وجه التشابه كثير. هنا in most cases في أغلب الأحيان the categories of classification can be subdivided. The classification ممكن يكون subdivided. مثلا عندنا الorder نقدر نقول super order، ونقدر نقول order، ونقدر نقول sub order. تفرع قليل. order في منه أكبر اللي هو super order، نقدر نصنف على super order، تمام؟ أو نقول infra-order، sub-order أو infra-order. يعني الحين أجيب لكم إياه، ثواني بس، هي فين اللي أول؟ طيب الحين أشرح لكم إياه. الحين إحنا قلنا هنا في family وهنا في class، صح؟ family genus species، وهنا في order. احنا ايش نقدر نقول؟ نقدر نقول في super order، يعني تصنيف معين كده، اسم علمي معين يكون هنا، ونقدر نقول order، ونقدر نقول sub order، ونقدر نقول infra order. فهمتوا دحين عليا انه هذه تصنيفات فرعية، فرعية زيادية، وصلت؟ طيب الحين نبدأ الorganization يعني بالدور، فاهمين؟ domain اللي هو اكبر حاجة، قلنا انه عندنا ايش؟ عندنا بكتيريا. طب biochemical evidence suggests that there are only three domains. ما في غير three domains، احنا ما عندنا غير ثلاثة domains، تمام؟ عندنا بكتيريا، عندنا أركيا، تمام؟ وعندنا ايوكاريا. جاب لنا صورة لكل واحد. البكتيريا اللي هي هذه، طبعا هذا الإشيريا كولاي تعتبر بكتيريا ضارة، تسبب لنا تسمم في المعدة، تسبب إسهال وأشياء زي كذا. فهذه بكتيريا. هذه أركيا.
الأركيا مختلفة عن البكتيريا، شوفوا كيف شكلها مختلفة تماما، تمام. وعندنا اليوكاريا بعدين نتطرق لها. Both domains bacteria and archaea evolved from the first common ancestor soon after life began. وجه التشابه ما بين البكتيريا والأركيا إنه هم عندهم نسل مشترك اللي أول قلت لكم عليه اللي هو الكومن أنسيستر، بس دول الاثنين اللي مشتركين في الفيرست سيل جات، في أول خلية جات كانت البكتيريا والأركيا متشابهين مع بعض نفس الخلية، يعني أول ما انخلقت جات الدنيا. They are والاثنين يعتبروا بروكاريوتس. إيش يعني؟ هل هم حقيق النواة؟ لا، هم أحادي النواة أو شبيه النواة، تمام؟ Which lack membranes. إيش يعني بروكاريوتس أصلاً؟ يعني ما في membrane bounded nucleus، النواة حقتهم ما عندها membrane bounded، تمام. ما عندها يعني مثلا دحين هذه الخلية، تمام، استنى خلينا نشوف هذه، نقول نفس هذه اشتري شيء كل لايف او اي كل لايف، عندها نواة صح؟ النواة هذه ما عندها غلاف، تمام. مين اللي ما عنده نواة؟ اللي هي الأركيا والبكتيريا الاثنين، حلو حلو. اما اليوكاريا عكسهم. طيب الأركيز سيل وولز اند ميمبرينز ار كيميكلي مور سيميلر تو إيكاريوتس دان بكتيريا. الأركيا خليتها او الجدار الخلوي حق الخليه حقتها واغلفتها كلها تتشابه اكثر مع مين؟ مع اليوكاريوتس اللي هي حقيقيه النواه اكثر من البكتيريا نفسها، تمام. بروكاريوتس يعني بدائيه النواه، حلو تمام. طيب دحين نجي للثري دومين سيستم. عندنا قلنا بكتيريا، خلصنا الأركيا صح؟ أيوه. لا البكتيريا، نيجي البكتيريا. بكتيريا are so diversified and plentiful. البكتيريا مرة متنوعة، تمام؟ ووفيرة بمعنى كثيرة، مليانة في العالم جدا جدا، ترى فوق ما تتصور. البكتيريا هي أكثر حاجة أتوقع أنه موجودة. As they are found in large numbers nearly everywhere in the earth. يعني موجودة بأرقام مرة كبيرة في الأرض. Bacteria differ from the archaea not structurally but biochemically. طيب البكتيريا إيش تفرق عن الأركيا فروقات تانية؟ إنه هي بتختلف عنها مو بالشكل، لا not structurally. Structurally أنتوا شفتوها تقريبا نفس الشيء، تختلف عنها بالبايوكيميكلي، معلش بالبايوكيميكلي يعني بالحيو كيميائية، تمام، بالكيمو حيوية. أيوة تختلف عنها بالكيمو حيوية، لكن بالشكل لا. All forms of nutrition are found among the bacteria. كل أشكال النيوتريشن حقت الغذاء تكون فيها بكتيريا. But most are heterotrophic. أغلبها تكون heterotrophic، يعني ما هي غذائها مو بنفسها، تتغذى على أحد ثاني، تمام؟ يعني مو عضوية التغذية، بمعنى إنها تقدر تتغذى على أشياء أورجانيك، ما هي autotrophic. زي autotrophic زي النباتات، تمام، اوتو من نفسها تلقائيه. اما البكتيريا هي تيروتروفيك عضويه. هي تيروتروفيك بكتيريا are beneficial in ecosystems because
they break down organic remains. تعتبر البكتيريا الهيتيروتروفيك مفيدة. Beneficial. لمين؟ للإيكو سيستمز، للبيئة. ليش؟ لأنه هي تكسر الأورجانيك ريمينز، الأشياء الأورجانيك تبدأ تكسرها، تخليها مور سيمبل، يعني مور بساطة، أكثر بساطة. الدومين أركيا، دحين نجي للدومين أركيا. هي لايك بكتيريا، زي البكتيريا. أركيا آر بروكاريوتيك يونيسيلولر، تتشابه في إنه هي كمان بروكاريوتيك، تمام؟ التشابه والاختلافات زي ما أنا حكيتكم قبل شوية، حاولوا تسووا جدول وتكتبوها، طيب؟ تسهل عليكم، وأنا يعني اكتبوها حتى بالعامية لكم عشان أنتوا تذاكروا تفهموها يعني. طيب البكتيريا والأركيا بروكاريوتيك ويونيسيلولر، بدائية النواة. ليه بدائية النواة؟ لأنه زي ما قلت لكم الممبرين حقها ما هي surrounded، ما هي محاطة بممبرين. يونيسيلر يعني وحيدة خلية، تمام؟ الاثنين البكتيريا والأركيا عندهم زي كذا، وريبروديوست كمان، يعني واحد تتشابه بالبروكاريوتيك، اثنين اليونيسيلر، ثلاثة انه الاثنين ريبروديوست يتكاثروا اسكشوالي اسكشوالي. طيب أركيا don't look different from bacteria. الأركيا ما تختلف شكليا عن البكتيريا under the microscope، تحت المجهر. ولكن but they are distinguishable from bacteria، مميزة عن البكتيريا by a difference in their rRNA base sequence and also by their unique plasma membrane and cell wall chemistry. طيب هو يتكلم عن الأركيا دحين انه هي ما تختلف مرة عن عن البكتيريا تحت المجهر، بس هي مميزة عن البكتيريا بكذا حاجة. بإيش مميزة؟ طيب بالـ rRNA base sequence، انه هي عندها rRNA مميزة، هذه واحد. اثنين also by their unique plasma membrane، عندها بلازما ممبرين يحيطها، وعندها cell wall chemistry، وعندها cell wall مختلف، ما عندها طبعا البكتيريا ما عندها cell wall، الأركيا عندها cell wall، زي شبيهة لمين قلنا؟ لليوكاريوتس، هنا لليوكاريوتس في cell wall، هي تشبه اليوكاريوتس ما تشبه البكتيريا. طيب الأركيا can live in aquatic environments، تقدر تعيش في الأكواتيك environment. فين تعيش الأركيا؟ في الأكواتيك environment، زي الصورة هنا شايفين. they lack oxygen، طبعا في هذه المناطق ما في أكسجين، ويكون مرة في ملح ملوحة، ومرة حر، ومرة حامضية عالية، ما حد يقدر يتحمل هذه الـ environment أو الـ situation أو الـ status هذه إلا مين؟ الأركيا أو الأرشيا، إحنا ناديها أركيا. perhaps Archaea are the last evolved forms of life، آخر حاجة موجودة كشكل للحياة. الأركيا زي ما هنا نشوف إنه هي تعيش في الـ extreme environment. extreme environment يعني البيئات المرة شديدة، شديدة في كل شيء، في الملوحة، في الحامضية، في الحرارة، في إنه ما في أكسجين وهكذا، بس لازم تكون موية، لازم تكون aquatic زي الصورة بالضبط. في الفوهات أو الفهوات. طيب the branched nature of diverse lipids in the archaeal plasma membrane for example could possibly help them live in extreme conditions. ايش اللي يخليها تعيش في الاكستريم كونديشنز؟ تمام، ايش؟ انه حقها البلازما ممبرين
الغشاء حقها بلازما ميمبرين، بلازما ميمبرين فيلو ليبيدز، نوع كذا من ال نوع من البيلدينج بلوكس، يكون متنوع دايفيرس. هذا اللي يخليها تعيش في الاكستريم كونديشنز، حالات الشديده. طبعا جانا اكزامبل هنا، ذا هالوفيلز ار سولت لوفرز. الهالوفيلز مقطع الهالو هذا يعني حالو يعني ملح، فاهمي؟ اقرب لكم، هي هالوفيلز محبه للملوحه، سولت لوفرز، ليفينج in bodies of water such as the great salt lake in Yoth and Yoth ما ادري Yoth or Ta ما اعرف، and the thermoacidophils are both high temperature and acid loving. يعني عندنا خلاص قربنا نخلص الحمد لله، وشابتر يعني بدائي يعتبر. طيب عندنا الهالوفيلز، وعندنا الاسيدو الثيرمو اسيدوفيلز، وعندنا الثيرمو اسيدوفيلز. هالوفيلز سولت lovers. Halo means salt. طيب الثيرمو، هذا المقطع ثيرمو، ثيرمو مقطع من الحرارة، من الهيت or temperature. اكتب لكم هي temperature أحسن. temperature lover. طيب الأسيدو، أسيدو اللي هو acid lover. أما الفلز هذا مقطع لشيء يعني محب، مقطع للمحب، هو يحب كده. فهالو فلز salt lovers، thermo مقطعه للtemperature، acid مقطعه لacid lovers. فأنت تعرفي من الجملة هذا محب لإيش ولا لإيش، فهمتوا؟ مين اللي تعيش في الجريت سولت، جريت سولت ليك؟ الهالو. كيف عرفنا؟ من مقطع الليك يعني بحيرة، فسولت ليك هي اسمها كذا، جريت Great Salt Lake. فإحنا عرفنا من إيش؟ من salt، halo، salt، كلها salt salt، عرفنا إنه هذه حقة salt. thermoacid هذه بسيطة. طيب الدومين الأخيرة واللي هي الدومين اللي إحنا متكونين منها، اللي هي اليوكاريا. إيش يعني اليوكاريا؟ يعني حقيقية نواة. حقيقية نواة، وكمان نفس الشيء تكون مالتي، صح؟ مالتي سيلولر. عندنا خلية الوحدة مكونة من كذا خلية، بحيث انه ايش نقدر؟ نقدر نسوي ريسبوند سريع، نقدر نستقبل اشياء سريعة، احسن من مين؟ من اليوني سيلولر. طيب دومين ايوكاريا contains four major groups. عندنا اربع جروبات في اليوكاريا، تمام؟ البروتست اللي هي الأوليات. البروتست إيش هرجتها؟ طبعا هنا صفات البروتست أكيد إنها مهمة، أكيد يعني مستحيل. خلينا نقرأ أول شيء. range from unicellular. الأوليات تقدر تكون إيش؟ تقدر تكون unicellular، وتقدر تكون multicellular، يعني تقدر تكون كده وكده. Some are photosynthesizing، زي مين؟ زي الألجي، زي ما قلت لكم أول. Photosynthesis
عملية البناء الضوئي يقدر يسويها إحنا اللي نعرفه اللي هو البلانت النبات، كمان يقدر يسويها الألجي الطحالب، لأنه الطحالب إيش لونه؟ أخضر، فخلاص عرفوا إنه هي فيها حاجة كذا خضرة تستعمل في البناء الضوئي. فالبروتست منها الألجي كإكزامبل. نجيها هنا البروتست عندنا ألجي والبروتوزوز زونز، وعندنا سليم مولدز، وعندنا الووتر مولدز، كومبلكس سينجل سيل سمتايمز كولونيز فيلمنتس. طيب هذا يعتبر مين؟ يعتبر بروتوزوا، مثال البروتوزوا اللي هو الباراميسيا. لما يجي ياكل يصير فيه كذا زي الحاجة كأنه يسوي فم كذا، يشق نفسه من النص ويدخل الأكل هنا ويقفل عليه ويرجع زي ما كان. طيب it's a complex، ما يحتاج يعني، ما أتوقع إنه، ما أعرف يعني، أكيد إنه تطلوا عليها، بس إذا تبوا تعرفوا إنه هذا ألجي يعني طحالب بروتوزوا اللي هي الأوليات، أو سليم مولز اللي هي مولدز بالعربي، and water mold. ثواني بس أشوف لكم إيش معناه بالعربي. هو عفن يعني، عفن موية، العفن المدري إيش، هذه كلها تعتبر بروتوزوا or protists. complex single cell sometimes filamentous colonies or even multicellular. أحيانا هي complex single cell، خلية واحدة بس معقدة، أحيانا تكون filamentous نحيفة يعني، مو نحيفة، filamentous بمعنى خيطية يعني بخيوط، أحيانا تكون colonies يعني زي كذا مجاميع، أو أحيانا تكون multicellular برضو زي كذا شكل ثاني يعني. absorbs تكون تمتص وتسوي الفوتوسينثيسز، أو ممكن تسوي ingest للفود يعني تبلع الأكل، يا تمتص الأكل يا تسوي فوتوسينثيسايز اللي هي البناء الضوئي، يا تبلع الأكل زي الباراميسيا. طيب الفانجاي اللي هي الفطريات، فانجاي that's okay. فانجاي the familiar the familiar molds and mushrooms that help decompose dead organisms. مين اللي ساعدنا في انه احنا نستهلك المخلوقات الميتة؟ الحين لما اي شيء ميت عندنا، اي حاجة، انسان ميت، حيوان ميت، عفن، اكل معفن، اشياء اكل خلاص ماتت، مين اللي ساعدنا انه يمتصها؟ اللي هو الفطريات، الفانجاي. حتى المشرومز يعتبر فانجاي طبعا، المولز اللي هو العفن. هنا هذا عن الفانجاي صح. طيب الفانجاي يشمل مين؟ يشمل المولز العفن، يشمل المشرومز مشروم، يشمل الخميرة حقت الاكل تعتبر مشروم، الرينج وومز تعتبر مشروم. mostly غالبا تكون مالتي سيلولر فيلمنتس خيطية، specialized complex وتكون complex cells. كيف تبلع الأكل أو كيف تسوي الأكل؟ عن طريق الامتصاص، أخذناها أول. هذا مثال على مشروم، الشاقين ماين مشروم. البلانت مالتي سيلولر معروفة، البلانت معروف إنه هو يسوي لنا photosynthesis، يعني هو يعتبر حيوانات، أو مو حيوانات، نباتات تسوي لنا الفوتوسينثيتيك البناء الضوئي. animals multicellular organisms that must ingest and process their food. organisms لازم يبلع الأكل، يسوي عملية إنه يأكل. طيب natural selection إيش يعني؟ natural selection كتعريف is the process that made modification or adaptation.
المسؤول عن التعديلات اللي في الحياة بشكل عام أو الطفرات، معلش الطفرات اللي تسوي، مو طفرات، معلش modification، تعديلات والadaptation اللي هو التعديلات والتكيفات. مين اللي مسؤول عنها؟ الناتشرال سيلكشن، الطبيعة اللي تختار، الطبيعة المختارة، تمام؟ possible where some aspect of the environment selects which traits to be passed on the next generation. A natural selection يختار التريتس، الصفات، تمام، اللي حتنتقل إن شاء الله في الأجيال الجاية، سواء أجيال حيوانية، أجيال إنسانية، أجيال نباتية، طحالب، بلا 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 وإلى ذلك ما إلى ذلك. طيب فجانا مثال هنا يقول لك shows figure 1.9 shows how the dietary habits of deer affect the characteristics of the leaves of a particular land plant through mutations. How الدير اللي هو الغزال او المها، شيء زي كذا، لا الغزال، يأثر على صفات مين؟ صفات الأوراق، بأنه يختار شيء معين يكون فين؟ في الأرض حقته بواسطة الطفرات الخاصة بمين؟ بالنبات، بالنبتة أو الورقة الليفز هذه. A plant species generally produces smooth leaves. تمام؟ But an advantageous mutation occurs to cause one plant to have hairy leaves while the deer selective agent prefer to eat smooth leaves. هشرح لكم هذه الحين. النبتة تطلع ايش؟ تطلع ورق سموث ناعم، اوراق شجر ناعمة، لكن صارت ميوتيشن معينة، صارت طفرة معينة. ليه؟ لانه الدير يا حبيبتي بس ياكل سموث وترك اللي بالشعر. تمام؟ فلما ترك اللي بالشعر دقيقة بس ركز، prefer to eat smooth leaves. تمام، فقام الدير أنقذ إنه هو بس يأكل من دي، فصار في إنتاج أكثر للورق المشعرة. تمام؟ فقامت صار في طفرة إنه الشجرة هذه، الأوراق هذه في الجيل الجاي، في الجينيريشن الجاي هيصير منها كثير. فإيش صار؟ صار في تكيف، وصار في تكيف طبعا لمين؟ للغزال، للدير، وصار في انتقال لصفة معينة للأوراق إنه هي تنتقل للجيل الجاي اللي هي الأوراق المشعرة. تمام؟ البايو دايفرستي، إيش يعني بايو دايفرستي؟ بايو أحياء، دايفرستي يعني تنوع. التنوع الحيوي إيش هو؟ is the total number and relative abundance of species. الرقم أو الوفرة حقة ال species وتنوعها مع الجينات اللي ممكن تطلع في الإيكو سيستم، في أغلب الإيكو سيستم، في البيئات الثانية. تمام؟ يعني جين على جين على جين على جينات على جينات، أكيد حيجي عندنا biodiversity، حيصير عندنا تنوع حيوي، فيقوم يصير في حياة. The present biodiversity of our planet has been estimated to be as high as 15 million species and so far less than 2 million have been identified and named. عندنا 15 مليون فصيلة في الكون ما صنفوا ولا عرفوا أو عرفوا إلا 2 مليون، بس 2 مليون.
عرفوا اثنين، حطوا لهم اسماء وعرفوهم وقالوا هذا شكلهم كذا كذا. 2 مليون من اصل 15 مليون. extinction ايش يعني extinction؟ هذا تعريف طبعا. extinction يعني is the death of a species، انقراض. extinction يعني انقراض، انه هذه الفصيله ماتت. or larger classification category او classification كبيره خلاص ماتت، زي مين عندنا؟ عند الديناصورز طبعا، خلاص هذه صار لها انقراض. في اشياء كمان اللي هو اي ثينك ال الريد باندز، كمان الباندا الحمراء كمان خلاص هذه قريب تصير extinction. فإز it is estimated that presently we are losing as many as 400 species per day due to human activities. احنا احتمال انه احنا حنخسر 400 فصيلة في اليوم الواحد على حساب مين؟ على حساب الهيومن اكتيفيتيز. طبعا الفصائل هذه 400 يعتبر مره كبيره في على في يوم واحد، فاكيد انها شامله الفصائل البكتيريه، الاشياء التايني، الحيوانات، النمل، المدري، فاهمين علي؟ لانه عدد مهول شوي كبير. عموما هذا هو الانقراض. For example, several species of fishes disappeared from the coral reefs of Indonesia and along the African coast because of overfishing. صار في في الكورال ريفز في اندونيسيا فيشز فيش كثير اختفت، تمام؟ كورال ريفز اي ثينك عشان الشعب المرجانيه او شيء، انه هي كثرت. بعض الاسماك اختفت في اندونيسيا وكمان في افريقيا اختفت عشان الاوفر فيشنج. في افريقيا عشان في مجاعه فالناس مره قاعده تاكل السمك، فصار في صيد زياده لدرجه انه الاسماك انقرضت او اختفت. The last mass extinction about 65 million years ago caused many plant and animal species including the dinosaurs to become extinct. Is extinct قبل 65 مليون years ago، قبل 65 مليون سنة زمان الديناصورات اختفت أو انقرضت. It would seem that the primary bioethical issue of our time is the preservation of ecosystem. إنه إحنا ليش قاعد يصير الإكستنكشن هذا وقت بعد وقت؟ لأنه إحنا ما قاعدين نحافظ على الإيكو سيستم حقنا، ما قاعدين نحافظ على البيئة حقتنا. ويعطيكم العافية بالتوفيق، وإن شاء الله يكون شابتر خفيف عليكم. إذا في أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس أو كلموني على تويتر.